اللعب شويه هيكون في صالحنا الاداء ده، لان احنا محتاجين، لان احنا وهم مقفلين، احنا رحنا وضيعنا اهداف كتير يعني، رحنا وما كانش في توفيق يعني، ما كانش في توفيق موجود. فاحنا بالتالي حته التوفيق طبعا هي تبقى الاساس، لكن انا شايف ان فرقه الوداد تكتيكيا هي بتأدي بشكل كويس قوي، بتنفذ المطلوب منها بشكل عالي جدا، يمكن من اعلى الفرق اللي بتعمل الشغل ده. لكن انا دايما او انا برضو من يعني في حاجه ان في حته التشكيل، طالما ان في انا مقتنع بحد معين وهو بيأدي بشكل كويس خلاص زي محمد هاني يعني. انت بتقول ان انا مقتنع بيه بألف ما لازم استغل الاقتناع ده، الاقتناع ده بس خبراتي يا كابتن حبيب، الكلام على خبرات الواحد زي احمد فتحي ووليد سليمان، مش عايز اعطل تاخيره قوي. انا ليه بقول ان عبد الله ما يبتديش كابتن حماده؟ ما هو زي ما قال، لانه متشبع، عنده تشبع كامل. بصرف النظر عن عبد الله السعيد، احنا بنتكلم في حته ان انا لازم استغل زي ما قال الكابتن فاروق، ان لازم استغل محمد هاني ووجوده والاوفر بتاعه، وزي ما قال برضو الكابتن رمضان. وعلى فكره انا يعني متفق تماما مع الكلام الكابتن رمضان السيد، وحتى التشكيل. وفي حاجه اضافه كمان، ان الكابتن حسام احنا هو مش من انصار ان يلعب في الفرقه كتير، وهو هيثبت يعني، هيثبت الافراد اللي موجوده، هيبقى فيه التغيير اللي هو الاضطراري اللي هو هيبقى حسين مع محمد هاني، وهيبدا عادي جدا باحمد فتحي مع السوليه. طيب، وهيبدا تحت. خلينا نروح بس سريعا للمغرب طبعا، واستاد الفرع اللي محمد خامس، مع زميلنا طبعا امير هشام، اكيد كل التفاصيل الخاصه بالتدريب هتكون مع امير. اتفضل امير. كابتن فاروق، وتحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النادي الاهلي بيواصل استعداداته لمباراه الوداد في اياب دور النهائي من دوري ابطال افريقيا، اكيد استعدادات قويه واستعدادات مهمه. النهارده اول مران للنادي الاهلي في احد الملاعب الفرعيه بمدينه كازابلانكا، هو مش الملعب الفرعي لاستاد محمد الخامس، هو ملعب اسمه كهرما، طبعا ده ملعب في وسط مدينه كازابلانكا، لكن ده الملعب اللي النهارده كان عليه اول مران، او عليه في هذه اللحظات اول مران بالنسبه للنادي الاهلي هنا في المغرب استعدادا لهذه المباراه المرتقبه. كل شيء ماشي بشكل جيد جدا، لاعبي النادي الاهلي بيستعدوا بشكل جيد جدا لاداء هذه المباراه الهامه جدا. طبعا النهارده كان اكيد في محاضره من كابتن حسام البدري ضمن المحاضرات المهمه جدا من الجهاز الفني للاعبين، خصوصا مع اهميه هذه المباراه، اكيد في بعض التعليمات المهمه جدا من كابتن حسام البدري للاعبين بخصوص مباراه الوداد. في حاله من التفاؤل موجوده عند البعثه بشكل عام يا كابتن فاروق، ان شاء الله في امل كبير ان النادي الاهلي يقدر يفوز بهذه البطوله، خصوصا ان دي مش اول مناسبه يمر بها النادي الاهلي ببعض الصعوبات، وبالتحديد بنتيجه مباراه الذهاب حصل اكثر من مره على مدار السنوات السابقه، وقدر النادي الاهلي في النهايه انه يحصد اللقب الغالي جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. نطمن على اللعيبه طبعا احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي في البعثه موجود 22 لاعب كلهم جاهزين بشكل كبير جدا لاداء هذه المباراه، الحمد لله ال 22 لاعب مفيش اي اصابات حتى الآن، كلهم جاهزين إن شاء الله إن هم يكونوا متاحين للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، وحسب الاختيارات اللي هيختارها الكابتن حسام البدري لهذه المباراة. زي ما احنا عارفين بيغيب عن هذه المباراة أو عن البعثة بشكل عام كل من صالح جمعة وحسام عاشور وعلي معلول، أكيد غيابات مهمة للنادي الأهلي، لكن كابتن حسام البدري ولاعبي النادي الأهلي إن شاء الله قادرين إن هم يتعدوا هذه الخط طبعا العقبة الصعبة أمام فريق الوداد في حضور جمهور كبير إن شاء الله هيكون متواجد من جمهور الوداد، لكن إن شاء الله النادي الأهلي يتعود على هذه الظروف، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه ويسعد كل جمهور النادي الاهلي. بكره ان شاء الله هيكون في مران اخر يا كابتن فاروق، هيكون على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه، وهو ملعب الملك محمد الخامس، طبعا ملعب صعب وملعب قوي، لكن ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قادرين ان هم ان شاء الله يرجعوا مصر بهذا اللقب الافريقي الهام يا كابتن فاروق. اعود ليك امير. يمكن